تحكم هي أسر قضيتنا هي مصر مش معقول تحكمها غصب أو تحرقها من غير ذنب حال البلد عامل زي فيلم مش مترجم كل واحد ترجم على مزاجه واللقطة تحكم جزيرة بتحللها الفوضى بتنزلها بلوك للبطل الحقيقي اللي حكمنا وساترنا انت تبقى مؤيد تبقى معارض ليك الاختيار انك تفرح في حد مات اعذرني انت حمار متورط متوتر اخوانجي وسلفي خراب البلد عي مصر اكبر منك يا شقي موجود صوتي اقوى من البارود تقتلوا تهددوا الشعب المصري مش هيموت اتكلم وقول افتح لهم السجون خلي مصر تنضف من الخاين والمأجور بتحدي جيشك طب مصيرك يبقى ايه رأيك في سوريا ليبيا دمار عراقي قولوا هاي قناصة ضربت قسمت قلب مصر ام الدنيا فكر اسر امريكي ضرب العروبة من جدورها احرق كنيسة ها تدمير المسجد يا غضب الفتنة تكبر تسلحكوا علينا بتموت عشان جماعة والسلطة والنفوس شهد حقيقي جندي ميت دمه على الحدود اسف يا اخويا انت اللي مت غدر اسف يا ابويا من خبر قلبك اتصدم اسف يا امي ملحقش يشوف الفرحة اسف يا اخت اصل كان خايف على وطنه واللي يدخل ما بينا دمه فدا الوطنية تحزن ايران امريكا القوات الاسرائيلية